سالفة كذا أنت ثاني، بس يعني أنت بالعادة في هذا الوقت تكون أكلت لك وجبتين ما شاء الله، وقاعد تسأل عن الثالثة بعد. اجلسي. أنت لك كم يوم تبين تسوي لي عشاء؟ الحين تبين تسوي لي فطور؟ وأنا كنت أحب يدك عشان تسوي لي شاي، ولا تسمعين مني أصلاً. خير، وش وراك؟ وراك مصيبة؟ صراحة؟ أها، الموضوع في صراحة، معناتها وراك مشكلة. قولي الصراحة يا هبة. طيب أنا بقول لك، بس بالأول لازم توعدني إنك تسمعني إلين الأخير ولا تقاطعني أبداً. طيب. طيب؟ وتوعدني بعد إنك لا تعصب وتنجن وتقعد تسوي حركاتك هذه. هنجان معناتها الموضوع في فلوس. اسمعي وين أخوك، إذا الموضوع زي ما أظن والله العظيم إنك جاي للشخص الغلط وفي الوقت الغلط. أنا والله ما معايا ولا ريال، بس أنت انتظري علي شوي. أنا مسوي اتفاقية مع خالي، إذا تمت إن شاء الله بأصير مليونير وبعطيك اللي تبيه. أوكي؟ سرب، مو كذا، أنا ما أبي منك فلوس. معناتها الموضوع ما في جنان. قولي وش عندك. بس وعدني بالأول. أوعدك يا هبة، غثيتيني. قولي تبيني أشغل لك ميوزك يعني يناسب الموقف عشان تتكلمي؟ تكلمي. طيب خلاص. تتذكر هذا اللي سألتك عنه اللي اسمه أديب شو؟ هي السامج؟ أي، نفسه. خير، وش فيه؟ ولا شيء، بس من فترة كذا رانيا يعني تعرفت عليه. بعدين كملي. عادي ولا شيء، بس فكرت انه يعني هي فكرت من نفسها كذا انه تبي تطلع وتشوفه يعني تقابله، بس كانت مره خايفه تروح لحالها. افا يا رانيا، افا يا رانيا، لو كنت ابيك تروحين معها ترى والله العظيم لو اللي في بالي بيطلع صح يا هبه ليصير كلام عمرك ما تتخيل. سراب بصراحه انا خلاص خلصت ورحت معها. نعم، وش قلتي؟ انت مجنونه. سراب هدي هدي هدي، ترى والله العظيم انا قلت لها اصلا اني حتى لو رحت معها ما راح اجلس معهم على نفس الطاوله. وش طاولتها يا هبه؟ انت بعقلك قاعده تقولين هالكلام؟ سراب خلاص انت وعدتي انك تسمعني الين الاخير. وش الاخير يعني؟ باقي في اخير؟ باقي في كلام؟ والله العظيم اني ما كنت ابي اجلس معاهم، هي احرجتني واجبرتني غصبتني اني اقعد معاهم. وشلون غصبتك يا هبه؟ يعني مسكتك مع شعرك وقال لك الا تجلسين معنا؟ اقنعيني. ترى كلها كانوا 10 دقائق، حتى ما كملنا العشر دقائق. 10 دقائق 10 ساعات؟ انت شلون تسمحين لنفسك تسوين زي كذا؟ والله العظيم انا ما كنت ابي اروح. بس بس هبه، بس لا اسمع ولا نفس. اعطيني حساب التافه هذا، انا بعرف شلون اتفاهم معه. اسمعني سراب، اسمعني بس. هبه ما بسمع ولا حرف. اعطيني حساب الحين، الحين هات حساب. ترى ديما شافتني وانا قاعده معها. يعني ديما شافتك في الكافيه مع شخص غريب؟ شافتنا يا سراب، شافتنا كلنا. بعدين ترى والله العظيم انا ما كنت ابي اروح من البدايه، بس انت تعرف كيف رانيا. وش اعرف رانيا؟ فكينا الحين من رانيا وام رانيا. انا كل اللي يهمني ان ديما شافتك ولا تعرف التفاصيل. اكيد ديما بتعلم جدي وخوالي وبيشوفوني اني شخص مستهتر ما يدري عن اخته وين تروح. سراب لو سمحت انتبه لكلامك. بس هبه، بس لا اسمع ولا نفس. انت شلون تسوين زي كذا؟ احنا لا تربينا على كذا ولا هذه من عاداتنا. أنا عارفة والله العظيم أنا عارفة، ترى أنا حاسة بالغلط اللي أنا سويته، بس رانيا قالت لي من حبيبتي رانيا مي شماعة تعلقين كل أغلاطك فيها. أنا الحين عرفت ليش أمي تكره رانيا. وديما وش سوت يوم شافتكم؟ عادي، ما سوت شيء. وكيف يعني عادي؟ يعني عادي سراب. بعدين أنا قلت لها أن اللي قاعد معانا هذا يصير قريب رانيا، واني مريت على الكافيه بالصدفة ودخلت عشان اسلم عليها. وهي صدقت؟ ما ادري، ممكن. ممكن؟ اكيد لا، اكيد ما صدقت. وانت الحين هنا عشان خايفة وتبينا نشوف حل للموضوع. بصراحة ايه، بصراحة انا خايفة. اتصل على رانيا. ليش؟ ليش اتصل عليها؟ من غير ليه، هذا مو طلب، هذا امر. اتصل على رانيا وفك سبيكر. سراب علمني الأول إيش تبي تسوي. يا هبة بسرعة الآن تتصلين على راني وتعطيني الجوال عشان لا تتفقون من وراي. سراب ترى البنت ممكن تروح فيها. مو مشكلتي، أنا زي ما سمعت منك أبي أسمع منها، خليني أعرف شلون أتصرف في هالمشكلة. إيش قصدك يعني؟ يعني أنت مو بواثق في كلامي؟ حبيبتي أنت لا تكلمين عن الثقة، أنت آخر واحد تتكلمين عن الثقة. دق الحين وفك سبيكر. شو فيك هبة؟ صرعتيني، شو مالك؟ تفضلي راني. شو فيكم؟ تفضلي اجلسي وبتعرفين.
اسمعيني زين، الموضوع جدا حساس وما يتحمل اي مزحه وكذب. ابي اسمع السالفه منك انت. اي سالفه؟ رانيا الله يخليك، قولي اللي صار بالضبط. انا مو فاهمه عشان بتحكوا. نتكلم عن اديب شو. اديب شو يا رانيا؟ رانيا تراني قلت لسراب كل شيء. الله يخليك يا رانيا، قولي السالفه كلها كامله بدون نقص ولا زياده. بس انا اسمعيني زين، احنا عشره عمر وحسبه اخوان، مستحيل نضرك ونأذيك. قول الصدق والله ما علم احد. تؤذوني بشو؟ تعلمون مين؟ هدفهم انا وافقت اني اروح معاكي كمان صح؟ اصلا انا ما بعرفه. سراب هي اختك، هي اللي بتعرفه وهي اللي خلتني اروح معها.